ومنح الرئيس السيسي أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية، كما جرى منح نوط الامتياز من الطبقة الثانية لأول الطلبة الوافدين وأول الخريجين الحاصلين على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار، وضمن قائمة الممنوحين لهذا النوط أولى الخريجات الحاصلات على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار.